أحد الأزمنة كانت هناك تلك الغابة حيث تعيش فقط الحيوانات بدون أي بشر يدخلونها. وبالرغم من اختلاف تلك الحيوانات عن بعضها إلا أنهم كانوا جميعاً يعيشون في سلام. كان لكل منهم سمات مختلفة، كان القرد هو الشقي بينهم، وكان السنجاب هو الضعيف، وكان الأسد هو الشجاع، الغزال كانت الأسرع، السلحفاة هي الأبطأ، الثعلب هو الأجرأ، والنحل كانوا هم الأكثر نشاطاً. الوحيد الذي لم تستطع حيوانات الغابة التعامل معه كان هو الغراب المتعجرف. لم يكن الغراب يحب مشاركة طعامه مع أحد، حتى أنه أحياناً كان يسرق الطعام من الحيوانات الأخرى ويطير بعيداً. كانت كل الحيوانات تتكلم عن هذا الغراب الأناني وأنه يجب تلقينه درساً قاسياً. وحيث أن الثعلب كان هو الأجرأ والأذكى، كان التعليق الأول له: فلتترك هذا الأمر لي، سوف أقوم بالتلاعب بهذا الغراب المتعجرف، لن يستطيع أن يكون متعجرفاً بعد ذلك. وذات يوم ذهب الغراب إلى المدينة يبحث عن الطعام، وعاد إلى الغابة بقطعة كبيرة من الجبن في فمه، فقام بالتوقف على أحد الأغصان للراحة. بينما كان الثعلب يراقبه عن بعد، قرر أن يتخذ خطوة ليأخذ الجبن من فم الغراب. اقترب الثعلب من الشجرة التي كان الغراب يقف عليها، وفي تلك اللحظة كان الغراب يلتقط قطعة الجبن التي كان قد وضعها على الغصن. مرحبا يا صديقي، ما هذا الذي تأكله؟ أنا لم أرى شيئا مثله من قبل. إنهم يسمونه جبن، إن البشر يأكلونه. أنا أشعر بالفضول بشأن طعمه، هل تريد مشاركة البعض معي؟ مستحيل، هل تعرف إلى أي مدى وجب علي الطيران لأحصل عليه؟ وما المانع؟ ذات يوم سأشاركك طعامي ونصبح متعادلين. وماذا يعنيني أنا في طعامك القذر؟ هذا الجبن مميز للغاية، لا تجده وقتما تريد. مهما تكلم الثعلب لم يستطع إقناع الغراب بمشاركته طعامه. كان الثعلب ذكيا، ولكن الغراب كان يضاهيه في الذكاء كذلك، لذا فقد صنع الثعلب خطة أخرى. حسنا، قم بتناول الجبن خاصتك، لا أريده، ولكن على الأقل دعني أقترب وألقي نظرة على ذلك الجبن المميز للغاية الذي لا تريد مشاركته. عندما بدأ الثعلب في تسلق الشجرة، أخذ الغراب الجبن في هلع وطار نحو غصن آخر. في تلك اللحظة ذهب الثعلب نحو الشجرة الأخرى حيث كان الغراب يقف، ولكن الغراب لم يكن يريد مشاركته طعامه. فكر الثعلب قليلا ثم انتهى إلى خطة أخرى. ما هي أهم نقاط ضعف الغراب؟ هو واثق بنفسه ومتعجرف، ربما يجب علي استغلال ذلك لأستطيع الحصول على طعامه. يا صديقي، هل تعرف لماذا أتيت هنا في الواقع؟ حتى يتجنب قوى الجبن من فمه، سأل الغراب بدون فتح منقاره. لماذا؟ لقد سمعت أنك تملك أجمل صوت في الغابة، ومن الواضح أنه عندما تقوم بالغناء تصبح جميع الحيوانات في حالة دهشة. عندما سمع الغراب ذلك رفرف بجناحيه وبدأ شديد الثقة بنفسه. فلتقم بغناء أغنية لي حتى أستطيع سماع صوتك الرائع وأقوم بإخبار أصدقائي عنه. استطاع الثعلب أخيرا إيجاد نقاط ضعف الغراب. أخيرا، وما إن فتح الغراب المحب لذاته فمه حتى سقطت منه قطعة الجبن. بالطبع كان الثعلب ينتظر لالتقاطها. كان الغراب مصدوما ساكن عن الحركة. أوه، انظر الآن، لقد سقطت قطعة الجبن المميزة خاصتك في فمي، وبالمناسبة طعمها لذيذ. بسبب غروره وحبه لذاته فقد الغراب طعامه لصالح الثعلب. حسنا يا صديقي، ماذا تعلمت؟ لا يجب أن تعتقد بنفسك أكثر مما أنت عليه، ولا يجب أن تصدق كل ما تسمعه، لا يجب أن تتجول في كل مكان تقول أنك الأفضل، ولا تنسى هناك دائما من هو أذكى منك. بعد نهاية كلامه ذهب الثعلب بعيدا واختفى عميقا في الغابة.
ومنذ ذلك اليوم توقف الغراب عن عجرفته وأنانيته، وأصبح له دائماً علاقات جيدة مع الحيوانات الأخرى، وأصبح دائماً يشارك طعامه.